هذا مبادرة مهمة لأنها كتسمح مجموعة من الأطراف بما فيها الإدارة بما فيها المنتخبين بما فيها المجتمع المدني يعني التحاور حول بعض الأمور اللي كتهم الشأن المحلي وكنتمنى أن التجربة تستمر وتعطي الثمار ديالها. السنوي الخامس للجمعيات التي تنظم هذه السنة بلدية تيزين تحت الشعار من أجل مشاريع تشاركية في خدمة التنمية المحلية يأتي في سياق لقاءات تشاورية والحوار الذي رسخته بلدية تيزنيت كنهج في إطار تواصله مع نسيج المجتمع المدني المحلي بتيزنيت وفي إطار رسم لمشاريع تشاركية تخدم التنمية المحلية بمدينة تيزنيت في جميع جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. السيد المحترم عامل صاحب الجلالة على تقليد تيزنيت السيد النائب البرلماني المحترم السيد نائب رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت السيد رئيس مجلس بلدية تيزنيت السيدات والسادة مستشارو بلدية تيزنيت السادة منتخبو الجماعات القروية في محيط المدار الحضري السادة رجال السلطة والأمن السادة رؤساء المصالح الإقليمية السيدات والسادة أعضاء لجنة المساواة وتكافؤ الفرص السيدات والسادة ممثلو الجمعيات والوداديات بالمدينة باسم لجنة المنتدى الخامس للجمعيات التي ينظم هذه السنة تحت شعار من أجل مشاريع تشاركية في خدمة التنمية المحلية يسعدنا أن نرحب بكم جميعا ونشكر لكم حضوركم وأشعاركم في هذا المنتدى الكريم كما نخص بالشكر السيد المندوب الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة وكل مساعديه على إعداد فضاءات هذا المنتدى ونشكر أخيرا موظفي بلدية تيزنيت على جميع أصنافه لما بذلوا من مجهود في إعداد الملفات واللوجستيك والبرنامج لمنتدانا الخامس لجمعيات مدينة تيزنيت. في البداية نلتمس من السيد رئيس مدينة تيزنيت أن يقدم كلمة افتتاحية مشكورة. السيد العامل صاحب الجلالة السيد النائب المدينة السيد النائب رئيس المجلس الإقليمي في تيزنيت
الو. كانت مرحلة ست سنوات.